السلام عليكم، منذ ان وري جسد احمد بن عبد الحليم ابن تيميه التراب بعد ان اشتد به المرض وهو في سجنه في قلعه دمشق، والصراع حول تراثه الضخم وفكره الموسوعي لم يهدأ. يتجدد الجدل بين التيارات والمذاهب الفكريه والسياسيه حول ابن تيميه والذي عُرف بشيخ الاسلام، حتى اصبح لكل فريق اسلامي ابن تيميه خاص به، يعيد صياغه افكاره من جديد ويسقطها على الواقع الحالي. ويختار زاويه يحصر النظر فيها لتؤيد مذهبه مستغلا ما يتمتع به ابن تيميه من رمزيه هائله واحترام حتى من بعض خصومه قبل محبيه فهو شخصيه استثنائيه تعلم وعلم والف وجاهد وجادل وسجن ليكون محط الانظار وموضوعا للنقاش في حياته وبعد مماته والى يومنا هذا لدى السلفيين الجهاديين نسختهم من ابن تيمية وللسلفية التقليدية المتمسكة بظاهر النص نسختها أيضا ولسلفي الطاعة نسخة ثالثة كذلك الجماعات الإسلامية الحركية لها نصيب منه والحكومات العربية لديها نسخ مختلفة من ابن تيمية فتارة تجرب مقولاته في الجهاد ضد الكفار وتؤيد مقولته في حكم المتغلب والشيعة لديهم ابن تيمية والعلمانيون العرب ايضا لديهم نسخه خاصه بهم والمناطق والمعتزله والاشاعره والمستشرقون والباحثون في التاريخ بل حتى الرحاله مثل ابن بطوطه كلهم يجمعهم شيء واحد ان لديهم تعريفهم الخاص بابن تيميه تعتبر نسخه ابن تيميه الجهاديه التي اعاد صياغتها السلفيون الجهاديون في النصف الثاني من القرن العشرين أكثر النسخ التي فارقت آراء ابن تيمية الحقيقية ولذلك انبر الكثير من العلماء والباحثين للرد على فهم الجهاديين لابن تيمية حتى قال البعض لو جاء هؤلاء في عصر ابن تيمية لقاتلوا أئمة المماليك الذين كان يقاتل تحت رايتهم ابن تيمية بحكم أنهم كفار مشاهدين الكرام حياة ابن تيمية الصاخبة بالأحداث وانتاجه الفكري والجدل المستمر حول الرجل وافكاره موضوع حلقتنا الليله في موازين فاهلا وسهلا بكم. ربما لم يتعرض عالم اسلامي توفي قبل قرون لمثل ما تعرض له ابن تيميه من مدح وقدح وجدل تجاوز العالم الاسلامي الى العالم الغربي. تقي الدين احمد بن تيميه الذي لم تنته سيرته بوفاته في محبسه في سجن القلعه بدمشق جرى استدعاؤه من اروقه التاريخ حينما ارادت جماعات ان ترجع الى صفحاته لتبرر افعالها تراث ابن تيميه الغزير تعرض هو ايضا لاكثر مما تعرض له كاتبه حين قامت دول عربيه بجمع كتبه واحراقها علنا بحجه تاصيلها لما يسمى الارهاب فيما قامت دول اخرى بمنع تداول كتبه بين الناس وفي غمرة الحديث حول ابن تيمية وقت ظهور فظائع تنظيم داعش، جرى تحميله وزر جرائم التنظيم ووصمه بأنه شيخ التطرف، في حين دافعت عنه دوائر أكاديمية غربية معتبرة إياه من فحول المفكرين العرب. صورتان لابن تيمية، صورة ممثلة في عبارة: يستتاب وإلا قتل، وأخرى عنوانها: درء تعارض العقل والنقل. وبين الصورتين جدل كبير وصراع على تراث رجل ملأ الدنيا وشغل الناس. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام وأرحب في هذه الحلقة برئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي. أهلاً وسهلاً بك شيخ محمد. وبكم وأكرمكم الله. بداية شيخ محمد ولد ابن تيمية وعاش ومات في ظل أحلك ظروف مر بها الاسلام وهو غزو المغول لعواصم الاسلام الحضاريه واحتلالهم لها وهجوم التتار على مدينته على مدينه ابن تيميه الام حران والتي هاجر منها فيما بعد. الى اي مدى اثرت تلك الظروف على ابن تيميه وعلى مواقفه؟ قد هاجر اجداد ابن تيميه من حران ولم يعد هو مرتبطا بها وانما ارتبط بدمشق الشام. واصبح من اهلها وايضا كان ارتباطه بالامه الاسلاميه كلها فانه كان واعيا لشؤون الامه ولما يتهددها من مخاطر منذ صباه وكان مجتهدا في الحفاظ على بيضه الاسلام وحمايته من كل ما يستطيع ومن المهم ان نعرف ان هذه الامه منذ بدايه تاريخها مرت بازمات كبرى كانت الأزمة الكبرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفاه الله والوحي أشد ما يكون تتابعا وهو في أوج قوته ونشاطه وليس في وجهه ورأسه ما يبلغ عشرين شعرة بيضاء ولم يرتب لنا شيئا يتعلق بالسياسة فلم يكتب لنا عهدا كان يريد أن يكتبه حال الله بينه وبين كتابته لمصلحة الأمة ومزيتها ولم يوصي بالخلافه الى احد ولم يعين لنا اسلوب الحكم والخلافه بعده وقد كان يحكمنا بالوحي المنزل والتوجيه الرباني المنزل من عند الله سبحانه وتعالى فارتد كثير من الناس لوفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ازمه حقيقيه وقال الله المؤمنين شرها بما حصل من بيعه ابي بكر الصديق في سقيفه بني ساعده ثم جاءت الازمه الثانيه وهي ازمه فكريه أزمة التشدد والتطرف والتكفير أدت إلى قتل اثنين من الخلفاء الراشدين المهديين هما عثمان وعلي وقد قتل عثمان في البلد الحرام والشهر الحرام وقتل علي رضي الله عنه في المسجد في رمضان في العشر الأواخر وكلاهما مظلوم وكان قتلهما سببا لسقوط الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ولم يبقى لها بعد ذلك كيان فكانت ازمه شديده ثم بعد ذلك جاءت الازمه الثالثه وهي ازمه ديمغرافيه سكانيه حيث اصبح العرب اقليه في المسلمين ولم يعد لديهم من الخصائص ما كان لديهم مما يقتضي تصدرهم للامه فلم تعد فيهم النبوه ولم يعد فيهم الصحابه المعدلون بتعديل الله لم يعد فيهم احد من اهل بدر ولا من اهل بيعه الرضوان ولا من الذين رضي الله عنهم في كتابه فلم يعد للعرب تلك المزيه فلذلك اشرابت نفوس الامم الاخرى التي دخلت في الاسلام الى الملك واول من طالب بذلك منها الفرس فاقاموا الثوره التي سميت بثوره خراسان جاءت الازمه الرابعه وهي الغزو الخارجي كان بدايه من الغرب من جهه الحملات الصليبيه ثم توج وختم بالغزو الشرقي بالتتار وهذا الذي عاصره ابن تيمية عاصر بعض الحملات الصليبية وعاصر غزو التتار واجتياحهم للأمة الإسلامية وهذا الغزو كان أزمة حقيقية لأنه قتل فيه الخليفة وبقي المسلمون ثلاث سنوات ما لهم خليفة وأيضا تمايزت الصفوف فأصبح بعض المسلمين في صفوف التتار وكانت الأزمة شديدة حين أعلن التتار دخولهم في الإسلام ومع ذلك لم يلتزموا بتعاليمه وشعائره وأرادوا أن يفرضوا قانونا لهم يسمونه اليساق فكان رجال هذه الأزمة هم العلماء وبعض الأمراء وهؤلاء العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم العز بن عبد السلام قبله ومنهم القاضي الفاضل ومنهم الفندلاوي ومنهم عدد من العلماء فالأمة كافأت هؤلاء العلماء كما كافأت أئمة المذاهب فجعلتهم فوق رؤوسها وأنزلتهم هذه المنزلة التي يستحقونها فشيخ الاسلام ابن تيميه تعظيمه لدى المسلمين ليس ناشئا عن انه كان اعلم المسلمين او انه اولاهم بهذه المنزله الا بانه وقف للامه في حمايه بيضتها وحمايه دينها في وقت هي محتاجه اليه فكافاته الامه بهذه المنزله والمكانه التي يستحقها. طيب اذا اذا شيخ محمد لماذا يثار دائما الجدل الى اليوم يعني؟ حول ابن تيمية دون سواه من العلماء بهذا بنفس القدر يعني نعني العلماء الذين كانوا مقاربين لعصره أو في عصره مثل العز بن عبد السلام أو الإمام الذهبي أو غيرهم لماذا ابن تيمية لا زال حيا حتى هذا اليوم ومثار جدل برأيك بالنسبة لابن تيمية رحمه الله كان صاحب تخصصات كثيرة وكان صاحب علم في كل مجالات الحياة تكلم في السياسة تكلم في الاجتماع نظر في شؤون الحياة كلها وترك الأثر المكتوب في ذلك وناظر وناقش وكلم الملوك وكانت له مواقف سياسية أدت إلى حبسه وسجنه في أماكن شتى في الأسكندرية وفي دمشق وقد مات سجينا في قلعة دمشق وكان له اثر كبير واطلاع على احوال المسلمين في بلاد اليمن وفي الجزيره العربيه وفي المغرب وفي الشام وفي الجزيره وفي العراق فكان له اثر كبير على هذه المناطق كلها وعلم تفصيلي بواقع اهلها وحياتهم وما يعيشونه فلذلك كان عائشا مع الناس وكان مشاركا لهم بينما من سواهم من علماء عصره منهم المتخصصون في مجال معين كالذهبي وهو من تلامذته فهو متخصص في مجال الحديث والتاريخ ومنهم اخرون متخصصون في الاصول والمقاصد والقواعد كالعز بن عبد السلام وهكذا فكل له تخصصه اما ابن تيميه فكان يجمع هذه التخصصات ومن النادر ان تجتمع لانسان واحد كما اجتمعت له هو. يعني دخول ابن تيميه في تخصصات عده وفي مجالات كثيره كان ذلك مدعاة لأن يثار حوله الجدل لبقاء إيه هذا التنوع و أيضا مع ذلك أن الرجل كان له روح الاجتهاد وكان له روح التشديد فلم يكن يلتزم التقليد الأعمى ولم يكن مقتصرا على ما ينقل لم يكن مجرد عالم من علماء الأثر يروي ويقف عند الرواية بل كان ايضا مجددا وكان يفتي كثيرا من الفتاوي الجريئه وينظر الى الواقع الذي تغير ويصدر فيه فتاوي يتعلق به ففي زمانه تغير الواقع فنشات امور لم تكن معروضه لدى اهل العلم من قبله فكان لابد ان يجتهد فيها ولما اجتهد رماه كثير من الناس بانه خرق الاجماع لانه افتى بامور لم يفتي بها احد قبله وذلك انها لم تقع قبله كقضيه الدار مثلا ففي في الاسلام من قبل كانت الدار اما دار اسلام واما دار كفر، لكن في عهد ابن تيميه اصبح بعض 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 الدور سكانها مسلمون وحكامها كفار. سناتي الى هذه الجزئيه شيخ محمد فيما يتعلق في فتوى ماردين، لكن دعني اتحدث عن الاثر اليوم الذي تركه ابن تيميه وتحديدا في السلفيه المعاصره في نسختها التقليديه والتي تعرف اليوم باسم السلفيه الوهابيه. كيف انتقل هذا او ذلك التاثير من من ذلك العصر الى السلفيه اليوم؟ بالنسبه لتقي الدين ينظر اليه الحنابله على انه من ائمه مذهبهم وحفاظه ومجدديه وله كثير من الاختيارات في المذهب وانت تعلم ان المذهب الحنبلي من اوسع المذاهب واكثرها روايات فابوي على ذكر للامام احمد في ثلاث عشره مساله عشر روايات في كل مساله وهذا يدلنا على اتساع المذهب لان المجتهد وهو الإمام المذهب الامام الاكبر الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل عاش طويلا وعمر وشاهد وعاصر كثيرا من النوازل فكان يفتي في المساله ثم تعرض عليه مره اخرى وقد تغيرت الظروف فيجتهد فيها ويفتي بفتوى مغايره وهكذا فتعددت الروايات عن احمد وتعددت أيضا الروايات المخرجة على رواياته من قبل أصحابه فكان مذهبه من أوسع المذاهب وكونه متأخرا نشأة عن المذاهب الأخرى أيضا أدى إلى اتساعه وأخذه برأي كل مذهب من المذاهب في وقت من الأوقات فكان ابن تيمية يختار من هذه الروايات وينتقي ويناقش ويناظر ويستدل وأيضا حاول أن يستنكه ماخذ الامام احمد واصوله فيبين ان بعض الروايات تخالف اصول الامام احمد ولو كانت هذه الروايات مخرجه على بعض اقواله ويستنبط لها فروقا تدل على تمكنه من قواعد المذهب ومن احاطته به فلذلك تاثر به الحنابله جميعا وجانبه الإصلاحي والسياسي أيضا تأثر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي هو صاحب دعوة إصلاحية وتجديد فوجد أمامه من نفس مذهبه ومن نفس السعي للإصلاح في مختلف المجالات في المجال العقدي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي وجد مثلا قد سبقه وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية فاختار محمد بن عبد الوهاب أن يتخذه إماما أيضا فتبعته الدعوة الوهابية في كثير من الأمور التي أخذت بها يعني ذلك راجع إلى الاشتراك في المذهب الحنبلي أن كليهما من نفس المذهب اشتراك في المذهب الحنبلي والاشتراك أيضا في الاهتمام بالإصلاح والتجديد الإصلاح العقدي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي طيب من المفارقات شيخ محمد في تتبع أثر ابن تيمية المعاصر تحديداً نجد أن هناك تيارات متباينة كلها تجتمع عند ابن تيمية، مثلا نجد السلفيين الجهاديين لديهم نسختهم من ابن تيمية وفهمهم لابن تيمية، والسلفية التقليدية المتمسكة بظاهر النصوص أيضا لديها نسختها من ابن تيمية. وسلفيو الطاعة لديهم نسخة من ابن تيمية، ما أسباب هذا التباين الكبير في فهم ابن تيمية لدى هذه التوجهات وهذه الجماعات؟ لا بد أن ندرك أولا أن كل عالم من العلماء علمه لم يأتي بين عشية وضحاها واجتهاده لم يأتي ناضجا في دقيقته الأولى فلم ينزل عليه الوحي المنزل الوحي هو الذي لا يقع فيه التراجع ولا الاختلاف لكن اجتهادات المجتهدين ومستواهم في العلم يتفاوت فابن تيمية رحمه الله نشأ طالبا للعلم وكان له بذلك الوقت اهتمام بالمذهب الحنبلي أصولا وفروعا وكان يفتي فيه ثم بعد ذلك تطور علمه فاجتهد في حفظ الحديث واجتهد أيضا في الاطلاع على المذاهب العقدية والفرق والملل والنحل واجتهد بعد ذلك أيضا في الأصول والقواعد الفقهية ثم بعد ذلك في السياسة والتاريخ والواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس فكان له مراحل كثيره من حياته وهذه المراحل كل مرحله فيها ينطبع بها قوم من الناس ويتاثرون بها وبالاخص من كان له صيت في الامه وتاثير عليها فان كثيرا من الناس يظنون ان اقوال العلماء دليل لهم والواقع ان اقوال المجتهدين يستدل لها ولا يستدل بها سواء اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ليس شيء من ذلك دليلا وانما هو اجتهاد مجتهد ما كان منه صوابا له فيه أجران وما كان منه خطأ له فيه أجر وهو معذور في خطئه في اجتهاده وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بقوله كله لا يخالف في أي جزئية بل المعصوم في هذه الأمة واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا عصمة إلا لإجماع الأمة إذا ثبت وتحققت فيه شروط وكان إجماعا كاملا فيكون معصوما أما ما سوى ذلك من أقوال المجتهدين فلا بد أن يكون فيها الخطأ والصواب فلا يحيطون علما بكل الجزئيات ولا يحيطون علما بكل الأدلة ولا يحيطون علما بكل المآخذ وأيضا واقع الناس وهو يتغير كثيرا قد لا يفهمه من لم يعايشه ولم يعاصره ولم يعرف كنهه حقيقته في كتاب الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية أو المرضية على الأسئلة المكية يقول المحدث الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي ابن شيخ الحفاظ زين الدين العراقي يقول عن ابن تيمية علمه أكبر من عقله ويقول أيضا إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها هكذا قال شيخ محمد هل فعلا ابن تيمية خرق الإجماع؟ لا اعلم ذلك لكن الامر سهل وهو ان كثيرا من الاجماعات وهميه غير حقيقيه فالاجماع الحقيقي نادر جدا ولذلك كثير مما حكي على انه اجماع دائما يتعقب ويوجد له خرق حتى الاجماعات التي حكاها ابن تيميه نفسه وجد فيها مخالفون وكثير من الاجماعات التي حكاها ابن عبد البر فيها مخالفون واكثر الاجماعات المذهبيه التي يحكيها اصحاب المذاهب كال السرخسي صاحب المبسوط وغيره تكون فيها خرق فابن تيميه تتبع ما ذكره ابن حزم من, من مراتب الاجماع فذكر ان بعضها ليس محلا لاجماع وانما اختلف فيه والامر في هذا يرجع ايضا الى تعريف الاجماع ما هو وايضا الى اعتبار شروطه وهذه امور اجتهاديه فمن اهل العلم من يرى ان انقراض العصر شرط لصحه الاجماع ومنهم من يرى ان الامه اذا اجتمعت اذا اجمعت على الخلاف على قولين لا يحل احداث قول ثالث، ومنهم من يرى ان الاجماع السكوتي حجه، ومنهم من يرى ان اجماع الخلفاء الراشدين حجه، ومنهم من يرى اجماع اهل المدينه، ومنهم من يرى اجماع اهل الكوفه، وهذه كلها اجماعات فرعيه ليست هي الاجماع الذي هو دليل قطعي، وانما هي اجماعات يستدل بها في المذاهب التي تراها، ولا يستدل بها في غيرها. ايضا الامام الحافظ تقي الدين السبكي قال عن ابن تيميه ايضا انه شد عن جماعه المسلمين بمخالفه الاجماع اكد ذلك وقال ايضا يعني يقول عن ابن تيميه بما يقتضي الجسميه والتركيب في الذات الالهيه وقال بالافتقار او افتقار الى الجزء اي افتقار الله الى الجزء ان ذلك ليس بمحال في ذات الله وقال ايضا بحلول الحوادث بذات الله تعالى وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم والقول بحوادث لا أول لها كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه الاتهامات اليوم والتي تشير إلى أن ابن تيمية كان محل نقد قاس من قبل بعض علماء المسلمين بارك الله فيكم أنا بينت لك من قبل أنه ما من أحد إلا يوخّذ من قوله ويرد ومنهم ابن تيمية يؤخذ من قوله ويرد لكن هذه الاتهامات والدعاوي ليست على حقيقتها جميعا فكثير منها انما هو قول باللوازم فيقول ابن تيميه قولا ويرى السبكي ان من لوازمه او يترتب عليه القول بكذا فينسب ذلك القول اليه مع انه لم يخطر على باله هو والشافعي رحمه الله يقول لا ينسب لساكت قول واللوازم قد لا تلزم فقد لا تخطر على بال القائل بالقول انه يلزم عليه كذا واهم هذه المسائل واشهرها هي قضيه حوادث لا اول لها وهذه فعلا صرح بها ابن تيمية رحمه الله ولكن لا بد أن نفهم مقصوده بذلك فليس مقصوده أنها لم تحدث وإنما مقصوده أن بعض الحوادث أزلية أي قبل خلق السماوات والأرض فالزمان إنما نشأ من خلق السماوات والأرض فحينئذ يتعاقب الليل والنهار أما قبل خلق السماوات والأرض فالأزمنة المتوهمة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شهر ولا سنة ولذلك الحوادث التي خلقها الله في ذلك الازل لا يمكن ان يقال ان ان بعضها سابق على بعض لانه ليس فيها زمان ولا ليل ولا نهار ولا شهر ولا سنه فكيف يكون بعضها سابقا على بعض ولذلك جمعه من الاحاديث التي فيها ان اول ما خلق الله القلم وكذلك حديث خلق العرش وكان عرشه على الماء كما قال الله ذلك في كتابه في سورة هود طيب شيخ محمد الحديث حول فكر ابن تيمية وما تعرض له من انتقادات على خلفية تلك الأفكار يتواصل ولكن بعد فاصل قصير أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها فكر ابن تيمية وأجدد الترحيب برئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن ولد الددوى الشنقيطي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى شيخ محمد. وبكم أكرمكم الله. أهلا وسهلا. شيخ محمد أيضا ينتقد ابن تيمية اليوم من قبل بعض الأشاعرة وأيضا المتمسكين بالتقليد المذهبي بل وانتقد سابقا من بعض الحنابلة بسبب فتاواه التي هي خارج نطاق المذاهب واتهموه بتهمة اللامذهبية التي وصفها البوطي بأنها أخطر بدعة تهدد الإسلام ما أسباب سعي ابن تيمية للإفتاء خارج نطاق المذاهب وهل المذهبية خطأ أو خطر فعلا؟ هل اللامذهبية تقصد؟ نعم أقصد بالنسبة للمذهبية نعم بالنسبة للمذهبية أمر محدث لم تكن في العهد النبوي ولا في عهد الصحابه الكرام ولا في عهد التابعين واول ما نشات المذاهب في ايام ازمان اتباع التابعين. ولذلك لا يمكن ان نجعلها مقياسا ومعيارا لايمان الانسان او التزامه او اسلامه لاننا لو جعلناها مقياسا لقلنا ابو بكر غير مذهبي وعمر غير مذهبي وعثمان غير مذهبي وعلي غير مذهبي والصحابه كلهم غير مذهبيين. وحينئذ سنطعن فيهم بهذه التهمه لو كانت بدعه لكانوا جميعا مبتدعه فليست الا مذهبيه بدعه بل يقال ان المذهبيه بدعه ولكنها بدعه حسنه هي ناشئه عن حاجه الناس اليها عندما نشات اجيال لا تفهم العربيه على وجه السليقه كحالنا نحن الان فنحن الان ولو كنا عربا من ذراري العرب لكن لا يمكن أن يتكلم أحد من بالعربية العربية حتى يعلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب وأن المضاف إليه مجرور وغير ذلك من القواعد التي نتعلمها فما لم نتعلمها لا يمكن أن نفصح ولا أن ننطق باللغة العربية على الوجه الصحيح فلما كثر ذلك في الناس احتاجوا إلى ضوابط في تعلم القرآن والسنة والاستنباط منهما والاستخراج منهما فجاءت هذه المذاهب الفقهيه والمذاهب العقديه ناشئه عن ذلك وهذه المذاهب فيها المنحرف والمستقيم وفيها الصواب وفيها الخطا وفيها المتقيد بظروف معينه وفيها ما سوى ذلك وباب الاجتهاد مفتوح الى قيام الساعه والناس فيه متفاوتون وشيخ الاسلام نفسه قال ما من احد الا وله حظ من الاجتهاد والتقليد فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الأسانيد والتواريخ والجرح والتعديل والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يعرف به من يستفتيه <applause> شيخ محمد يقول أيضا منتقد ابن تيمية أن تمرده على المذهبية وعلى المذاهب أدى إلى وجود جماعات لا تحترم المذاهب الفقهية الكبرى يقولون نحن رجال وهم رجال وبالتالي يقومون بالتفسير بتفسير الايات والنصوص عموما بدون قواعد وبدون اسس وهو ما ادى الى نشوء التطرف. كل ذلك سببه الدعوه الى ترك المذاهب الفقهيه. ماذا تقول؟ ما دعا قط ابن تيميه الى ترك المذاهب الفقهيه بل يمدحها ويقارن بينها ويقول ان اصول اهل المدينه في الجانب التعبدي أحسن الأصول ويمدح مذهب مالك في ذلك ويقول إن المذاهب الأخرى في جانب المعاملات أحسن وأوسع وهكذا فيقول إن المذهب الحنبلي في العبادات من أسعد الناس بالدليل وهكذا فابن تيمية يمدح أئمة المذاهب ويثني عليهم جميعا وما علمت قط أنه دعا إلى ترك المذهبية ما اعلم ذلك قط في اي كتاب قراته من كتبه بل يحترم المذاهب وينقل عنها ينقل كلام الائمه المجتهدين وينقل حتى اقوال المتاخرين من ائمه المذاهب الذين عاصروه والذين قبله. المقصود ان خروجه ان خروجه هو عن المذاهب الفقهيه وعدم اكتفائه بالمذاهب الاربعه ادى الى تجريء غيره من من الناس على ذات المسلك فادى الى ترك ترك المذاهب واصبح النص 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 الشرعي يعني كلا مباحا امام الكل يمكن ان ياخذ منه بحجه عدم الالتزام بالمذهب. الدكتور علي لماذا لا تكون هذه التهمة موجهة إلى أصحاب المذاهب أنفسهم فأصحاب المذاهب هم الذين أنشأوا المذاهب فلماذا يقال لهم تتوجه إليهم هذه التهمة أيضا في ديننا كل إنسان مسؤول عما إقترفه هو والله يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى نصوص الوحي كتابا وسنة ليست حصرا على احد ولا على عصر من العصور والعقل كذلك ليس محصورا على احد ولا على عصر من العصور والواقع كذلك لا يعطل عن احكام الشرع فلذلك باب الاجتهاد مفتوح الى قيام الساعه وكل على حسب مستواه في العلم فمن ليس اهلا لهذا الاجتهاد لا يمكن ان يتصدى له ولا بد ان يلجم العوام عن الخوض في كثير من العلوم التي لا يحسنونها وقد قال أحمد بن سليمان المعري أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا فكل على مستوى ما وهبه الله وما أتاه من العلم ولا يتعدى ذلك وما منا إلا له مقام معلوم كل على مستواه وعلى حسب علمه ومراتب الاجتهاد عند الأصوليين الستة وهذه المراتب قد يكون طالب العلم العادي في إحداها ويكون العالم في إحداها ومن هو أعلم في التي فوقها وهكذا حتى نصل إلى المرتبة السادسة. دكتور مثلت فكرة الحاكمية حجر الزاوية في فكر سيد قطب وعرفت عن سيد قطب هذه الفكرة. وهذه الفكرة التي بسببها انتقد واتهم بالتكفير. قيل بأن أصل هذه الفكرة مأخوذ من ابن تيمية وأن لها جذور عند ابن تيمية. هل هذه النسبة صحيحة؟ لا اصل هذه الفكره ليست فكره هذا وحي منزل من عند الله وانزله الله بكتابه وقاله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نزل بها الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى ان الحكم الا لله وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى قل افغير الله ابتغي حكما قال تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه آلله أذن لكم أم على الله تفترون، وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع كله لله هو الذي يحل وهو الذي يحرم ولا يمكن أن يكون هذا الحق لأحد من عباده. والله يقول عن نفسه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالتشريع مقصود المقصود به مصلحه العباد وعلاقتهم بربهم وهذا لا يعلمه الا الله ولا يمكن ان يشرع فيه الا الله جل جلاله. اذا نسبه الحاكميه لسيد قطب برايك هذه نسبه خاطئه بمعنى ان ليس سيد قطب هو اول من قال بهذه المقوله؟ كنسبه كل الشرع كنسبه كل الشرع الى اي عالم من العلماء او داعيه من الدعاة. هل يمكن ان تنسب الـ 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 الوحي المنزل إلى أي عالم من العلماء أو داعية من الدعاة في أي عصر من العصور هذا كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات ليس اجتهادا لأحد ولا إنتاجا لعقل أحد لا سيد قطب ولا ابن تيمية ولا غيرهما لكن كما يقال بأن سيد قطب هو أول من سك هذا المصطلح بمعنى أنه تكلم بهذا المصطلح الذي لم يعرف على ألسنة السلف حتى إذا كان بهذه الأهمية لا لا مشاحة بالاصطلاح فالاصطلاحات يمكن أن تتجدد به كل عصر بحسب ما يتخذه أهل ذلك العصر من المصطلحات وما من عصر من عصور المسلمين إلا ونشأت فيه اصطلاحات علمية كبيرة فابن تيمية هو أول من قال إن توحيد الله ينقسم إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مع أن هذا ليس من عقله هو ولا من مجرد خبطه وإنما هو أخذه من كتاب الله من قول الله تعالى: قل أعوذ برب برب الناس ملك الناس إله الناس، ومن قوله تعالى: قل أفغير الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء، قل أفغير الله أبتغي حكمًا، وكذلك الآية الثالثة في سورة الأنعام فكلها على هذا الاتجاه. شيخ محمد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استشهد بابن تيمية في عدة مواضع. فضلا عن استشهادات ايمن الظواهري وبقيه منظري القاعده الاخرين مثل يعني ابو مصعب السوري وابو محمد المقدسي وغيرهم. هذا الامر ادى الى الربط بين التكفير والتفجير والتطرف وابن تيميه. فهل لذلك اصل في فكر ابن تيميه؟ وخصوصا ان هؤلاء دائما ما يستشهدون بفتوى التترس لدى ابن تيميه. ويعني فكره التترس للتوضيح ان جيش الكفار اذا تترس بمن عنده من اسرى فيجوز للمسلمين ان ان يهاجموا هذا 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 الجيش وان ادى ذلك الى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. عودا الى هذه الى هذه الفكره شيخ محمد هل فكرة التترس نعم على بالنسبة لي على سبيل المثال فكرة التترس قبلها واستشهاد قبلها واستشهاد واستدلال الأولى واستدلال إذا تسمح لي واستدلال منظري تنظيم القاعدة في ابن تيمية وبهذه الفتوى هل يحمله مسؤولية ما آل إليه ذلك الاستدلال بهذه الفتوى؟ بارك الله في كل من كل من ذكرتهم يستدلون أيضا بالقرآن ويستدلون بالحديث ويستدلون بالبخاري ومسلم والموطأ يستدلون بمالك وأحمد هل تراهم جميعا ينبذون من أجل أن هؤلاء يستدلوا بهم هذا علم مبذوث بصدور الرجال لكل أحد أن يستدل به على مستوى فهمه سواء أخطأ في فهمه أو أخطأ في نقله أو كان متعمدا للخطأ أو الكذب على الأئمة لا يحمل ذلك الأئمة أي مسؤولية فهم إنما نقلوا العلم ويناقشون فيه ولا يناقشهم العوام ولا الجحال ولا منتديات الفيسبوك وإنما يناقشهم العلماء الراسخون في العلم الذين عرفوا ما آخذهم ومن أين يأتون بهذه الأقوال والأفكار بالنسبة لقضية التترس ليس ابن تيمية أول من تكلم فيها وإنما نقل فيها كلام أهل العلم وقسمها إلى قسمين فذكر أن التترس منه ما هو محل إجماع ومنه ما هو محل خلاف فما حكى عليه الاجماع ويقصد بالاجماع اجماع المذاهب الاربعه ولا يقصد الاجماع العام للامه لان المساله تحتاج الى تحقيق وتدقيق قال ان هذه المساله المجمع عليها هي ما لو خيفه من الكفار وكان جيشهم من القوه بحيث لو لم لو تركوا لاحتلوا لا مدن المسلمين واستباحوا بيضتهم فحينئذ لا حرج بقتالهم ولو ادى ذلك الى قتل الترسي الذي تتترس الذي تترس به من الأسر المسلمين أو من نسائهم وولدانهم والمسألة الثانية هي إذا لم يخف منهم فذكر فيها خلافا بين أهل العلم ونسب ذلك إلى المذاهب فهنا لا يستطيع نقاشه إلا أهل العلم يقولون هل هذا النقل صحيح أو غير صحيح هل, هل هذا الإجماع صحيح أو غير صحيح فهذا يناقشه أهل العلم المتخصصون وأصحاب المذاهب ولا يمكن أن يناقشه العوام وعموما التترس كثير من من قضيته في زمان ابن تيميه ليست كقضيته في زماننا وتخريج ذلك تخريج خاطئ في رايي فالواقع مختلف تماما عن الواقع في زمان ابن تيميه ولا يمكن ان ننزل فتاويه التي تعلقت بواقعه وزمانه على واقعنا وزماننا ف من المعلوم ان زماننا هذا اذا اراد الانسان فيه ان يقتل انسانا لا يبحث عن سكين او سيف او رمح او قوس وانما ياخذ قنبله او سلاحا يتعدى قطعا من يريد قتله ليصل الى غيره وهذا لم يكن يخطر على بال ابن تيميه ومن كان في عصره انما كانوا يرون ان الانسان اذا اراد قتل انسان يضربه بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بسهم وهكذا فهذا القتل الذي كان في زمانهم وهذا السلاح المعروف لديهم وهذه الاسلحه المتطوره والفتاكه والتي تهلك الحرث والنسل هي التطرف وهي الارهاب والذين انتجوها وضربوا المدن بالقنابل النوويه والذريه هم الذين هم المتطرفون وهم الارهابيون الذين لا يولون الانسان اي اعتبار ولا يعتبرون حقوقه نهائيا ولذلك من كان من متطرف المسلمين او من المتشددين منهم يرد على هؤلاء بمثل فعلهم هو قلدهم ولم يقلد علماء المسلمين انما قلد هؤلاء الارهابيين من الكفرات القتله ولم يقلد علماء المسلمين الذين تكلموا عن ضرب بسيف او طعن برمح او رمي بسهم. قضيه اخرى شيخ محمد يعني اثارت ايضا فتوى فتوى ماردين التي اصدرها ابن تيميه الكثير من الجدل واستندت اليها كثير من التيارات الجهاديه او 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 حتى بعض المتطرفين وللتوضيح للمشاهدين فان فتوى ماردين هي الفتوى التي اصدرها ابن تيميه لاهل ماردين بعدما سالوه عن حكم البقاء في تلك الارض والتعامل مع التتار بعدما احتلوها فاشار الى انها لم تعد دار اسلام ولا دار حرب رغم ان اكثر اهلها مسلمون. دكتور محمد هل ترى وجاهه في اعتماد التيارات الجهاديه على مثل هذه الفتوى؟ لا ارى ذلك لكن لابد ان نبين للمشاهدين اولا الفتوى وواقعها. نحن أنا ذكرت سابقاً أن ابن تيمية قال بآراء لم يسبق إليها لأن الواقع الذي تكلم فيه لم يسبق لم يسبق إن كان موجوداً فمن ذلك قضية الدار فالعلماء قديماً بحثوا قضية الدار وقسموها إلى دار إسلام ودار كفر أو دار حرب ولم يخطر ببالهم أن تكون الدار ملفقة وقد حصل ذلك في أيام ابن تيمية عندما احتل التتار ماردين فأصبح الشعب وحتى الجيش كثير منهم من المسلمين والحكام هم من الكفار فراى ابن تيميه ان هذه الدار دار جديده لم يعرفها المسلمون من قبل وهي الدار الملفقه ليست دار اسلام ولا دار كفر وانما يعامل من فيها من المسلمين بما يستحقون بمقتضيات الاسلام ويعامل من فيها من الكفار بما يستحقون من مقتضيات الاسلام والفتوى طبعا انتشرت واشتهرت وطبعت في مجموع الفتاوي وإن كان حصل فيها تحريف بسيط أو غير مقصود وهو أنه قال يعامل فيها يعامل في هؤلاء يقاتل في نسخة جاءت, جاءت كتبت كتبت يقاتل بدل يعامل ولكن الفرق بينهما في المعنى قليل جدا لأن هؤلاء الذين يعاملون على مقتضى كفرهم معلوم من ان مقتضى كفرهم ان من قدر على قتالهم قاتلهم ومن لم يقدر عليه قاطعهم ومن استطاع الهجره وجبت عليه ومن لم يستطع لم تجب عليه وهذا هو مقصود ابن تيميه رحمه الله في هذا الامر وهذا الواقع شاع بعد ذلك عندما احتلت البلاد الاسلاميه كلها الا من رحم الله واصبحت خاضعه للحكم الحكم الغربي فاصبحت الهجره متعذره ومن الأمور الطريفة يعني أن مفتي تونس الشيخ محمد النيفر رحمه الله لما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1830 أصدر فتوى ببطلان أحكام قضاة الجزائر وبطلان شهادة شهودهم وعدم عدالتهم لأنهم احتل العدو أرضهم فلم يهاجروا ولكن بعد بعد خمسين سنة احتلت تونس أيضا ولا يستطيع أهل الهجرة فكانت الفتوى أيضا على هذا الإشكال فلذلك لا بد أن نعرف أننا لا يمكن أن نكفر أهل بلد بسبب أن حاكمهم كافر فسيكون الشعب شعبا مسلما كحال أهل مردين وغيرهم من البلدان الإسلامية التي احتلها الكفار وأيضا لا يمكن أن نحكم بأنه أن الدار دار إسلام وهي يحكمها كافر فلا بد أن يكون هذا الاجتهاد أمرا جديدا لم يتكلم فيه العلماء المجتهدون السابقون ولا يقال إنه خارق للإجماع لأن الواقع هو الذي خرق الإجماع هذا واقع مختلف عن الواقع الذي عقد فيه الإجماع فالواقع هو الذي أصبح جديدا فيحتاج فيه إلى اجتهاد وهذا الاجتهاد يبين أن الدور التي احتلها الكفار أو حكمها الكفار دار ملفقة ليست دار إسلام بالكلية ولا دار كفر بالكلية ويعامل سكانها على حسب ذلك وعلى هذا يترتب عليه في مذهب الحنفيه مثلا الذين يرون ان عصمه الانفس والاموال هي بالدار تكون هذه الدار ملفقه فيعامل من فيها من المسلمين بمقتضى دار الاسلام ويعامل من فيها من الكفار بمقتضى دار الكفر. شيخ محمد النقاش حول هل كان ابن تيميه مكفرا تكفيريا ام لا؟ او هل كان مستحلا لدماء المسلمين ام لا؟ هل هذا النقاش ظلم الجوانب العلميه الاخرى لدى ابن تيميه؟ ومثل ردوده على المناطق وتأصيله العقلي في كتابيه نقض المنطق الذي رد فيه على المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية وكتاب درء تعارض العقل والنقل وأيضا تراثه الصوفي والروحاني في رسائله وشذراته التي كتبها هل ترى بأن الرجل تعرض إلى ظلم من خلال تسليط الضوء على جانب من فكره وإهمال البقية؟ نعم كل العلماء كذلك وهو منهم تعرض لظلم في حياته وبعد مماته ما بكثير من جوانب حياته المشرقه المضيئه لم يتعلق بها الناس وانما تعلق كثير منهم بما يبحثون عنه من الاخطاء وقد روي عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه كان يقرا في مجلسه كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله فمر القارئ على تاويل صفه من صفات الباري سبحانه وتعالى فشغب بعض الأعراب الجالسين بمجلس الشيخ وصاح وأنكر فقال له محمد بن عبد الوهاب اجلس فما أنت إلا كالذباب لا ينزل إلا على القدر كنت تسمع العلم الصحيح الصريح طيلة اليوم فلم تتحرك منك شعرة فلما سمعت خطأ واحدا أو أمرا واحدا تراه خطأ شغبت به شيخ محمد نعود للحركات الاسلاميه المعاصره يعني يلاحظ ان ابن تيميه لم يكن حاضرا بقوه عند منظري الحركات الاسلاميه الاوائل وخصوصا التي نشطت بعد سقوط الخلافه مباشره مثل الاخوان المسلمين. يعني حيث ان يعني بعض الباحثين قال بان سيد قطب لم يستشهد في ابن تيميه في ظلال القران. ما اسباب ذلك؟ ما اسباب عدم حضور ابن تيميه في تنظيرات الحركات الإسلامية في مراحلها الأولى التأسيسية أنا لا أوافق على هذه الفكرة ابن تيمية فعلا كان حاضرا عند المنظرين الأوائل الحركات الإسلامية وقد أخذوا ببعض جوانبه الإصلاحية واجتهاداته وبالأخص ما يتعلق بالتأصيل والرجوع إلى المنابع الأصلية وإلى بعض التقعيد الذي قعده في المجال السياسي وغيره لكن لم يكونوا يستطيعون التصريح بنسبة الأقوال إليه لحملة الشنعاء التي شنت عليه فأصبح التشويه سائدا لدى العوام وكل صاحب دعوة جديدة لا يريد أن يصطدم بالعوام ولا يريد أن يشوه ولا أن تشوه دعوته فلذلك قد يكتم بعض الامور وي... اذا ذكر كتابا لشخص ربما دلس في اسمه كما كان المحدثون يفعلون وهذا يسمى تدليس الشيوخ لدى المحدثين كما كان البخاري رحمه الله يفعل في احاديث محمد بن يحيى بن خالد بن عبد الله الذهلي فانه لم ي... يسمه لم يسبه الى ابيه في اي موضع من مواضع الصحيح وانما يقول حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن خالد ولم يقل حدثنا محمد بن يحيى في اي موضع من مواضع الصحيح بسبب الخلاف الذي حصل بينه وبينه وما ادى الى اثاره الغوغاء على البخاري رحمه الله وكذلك بعض الفقهاء من مختلف المذاهب يذكرون ابن تيميه ولكن اذا نسبوا اليه لا يصرحون بذلك من النادر ان تجد تصريحا بالاخص عندنا في المذهب المالكي بعض العلماء يرجعون الى ابن تيميه ولكن يقولون قال تقي الدين مثل مثلا ابن فرحون في التبصره في القضاء اذا نقل عن ابن تيميه لا يقول ابن تيميه ابدا وانما يقول قال تقي الدين فقط وكذلك الشيخ زروق احمد زروق فانه رحمه الله في كثير من فقهه وحديثه وايضا حتى في التصوف ينقل عن ابن تيميه ولكن لا يسميه باسمه ويقول وقد حذروا من مواضع من إحياء علوم الدين يقصد حذر ابن تيمية من مواضع من الإحياء وقالوا لا يستغني عنه طالب علم الكلام لابن تيمية ولكن سروق نقله ولم يصبه إليه وإنما قال حذروا طيب دكتور محمد يعني أختم معك في سؤال حول تراث ابن تيمية هل تراث ابن تيمية بحاجة إلى مراجعة وإلى نقد وهل هناك جوانب من فكره ومن تراثه غير صالحه لنا اليوم ولا ينبغي لنا الاخذ بها؟ نعم لا شك كل مجتهد هو نفسه رجع عن بعض الاجتهادات التي تغير علمه هو او تغير الواقع الذي يعيش فيه فيها ومن عرف ذلك عرف قول الاصوليين ان المجتهد الحي اولى بالتقليد من المجتهد الميت لان الحي لو اتيحت له لان الميت لو اتيحت له فرصه فرأى تغير الواقع لربما رجع عن قوله الأول وخالفه وقد خالف كثير من الأئمة آراءهم الأولى كالمذهب القديم والجديد للشافعي وكالمسائل التي رجع عنها أبو حنيفة والتي رجع عنها مالك وهكذا ابن تيمية أيضا من هذا القبيل له كثير من الفتاوي تغيرت فتواه بعدها ومن الصعب جدا أن نجد مقارنة تاريخية لأنهم لم يكونوا يؤرخون الفتاوي وانما كانت الفتوى تصدر موقعه باسم مفتيها فتوجد بخطه لكن لا يعرف تاريخها وتاتي بعدها فتوى اخرى مغايره لها ومخالفة لها لا يعرف تاريخها ايضا فلا يمكن ان يطبق عليها عليها قواعد النسخ مثلا ان يؤخذ بالاحدث فالاحدث وانما ينظر في ذلك الى تغير الواقع وأيضا واقع الذين خاطبهم وغير ذلك من الامور وهذا ليس مختصا بابن تيمية بل كل المؤلفين وكل المجتهدين وكل من له مؤلفات كثيرة أو كثير من الفتاوي لا بد أن تجد فيها فتاوي في عصر من العصور لا تصلح لما بعده أو فتاوي رجع عنها المؤلف مالك محى ثمان مسائل من المدونة وسماها المالكية بالممحوات ورجع عن ثمان وتسعين مسألة ما بين المدونة والعتبية وهي المسائل المرجوع عنها وكثير من المسائل في العتبية مثلا تجد ابن رشد يعلق عليها فيقول هذه المسألة مظلمة أو هذه المسألة مسألة سوء وهي مسألة فقهية مروية عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم لكن ابن رشد يرى أنها لا تصلح ولا ينبغي نقلها وهي مما يطوى ولا يروى شكرا شكرا شيخ محمد الحديث عن ابن تيمية وفكره وأثره حديث يطول في الختام أشكر رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ محمد الحسن ولد الددوى الشنقيطي والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع المقبل هذا علي السند يحييكم في أمان الله